في العربية اليوم في تمام الخامسة بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء بتوقيت القدس. أكون معكم أنا نضال حمدي على شاشة التلفزيون العربي، وفيه نناقش آخر تطورات الأحداث السياسية من تونس في اجتماع لجنة الحوار الوطني التي أسسها الرئيس التونسي قيس سعيد، مقابل اجتماع حاشد لجمعية القضاة التونسيين الرافضين لإجراءات سعيد الأخيرة. من السودان سنتحدث عن انتقادات أممية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها القوات المسلحة العسكرية السودانية ضد المتظاهرين السودانيين. وفي الشأن الأوكراني سنسلط الضوء على الوساطة الفرنسية بين موسكو وكييف وآخر التصريحات من الرئيس الفرنسي ماكرون وردود الفعل عليها بالتأكيد. تابعونا بعد قليل.